ديالنا في الخدمه كنعرفوها يعني كنعرفوا على غير انسانه معقوله متفائله طيبه من اطيب خلق الله بالشهاده ديال الجامع زعما ماشي الناس خاصك تجي غير انسان غير تحس بالناس كثر لك شي مشكل تلقاها معاك صدمنا في هذا الصباح وترزينا فيها وترزو فيها والديها وكنتمنى من الله هاد المجرم وكاع المجرمين ياخذوا اقصى العقوبات وهذا الشيء ما يبقاش في المغرب لحقاش فريمون ولينا عايشين فواحد لو ستريس كتخرج كتحس براسك في اي لحظه تقدر تقتل تقدر تشفر تقدر في اي لحظه كنتمنوا من المغرب زعما ما يبقاش هذا الشيء وكنتمنوا لها الرحمه والمغفره والله يصبر الوالدين ديالها يا ربي ماذا راه خاصو الاعدام يتعدم بالملا الاعدام وما فيش الرحمه كل نهار يقتلوا فيه شي حاجه باش يلا واحد شويه يحس هو بهادشي اللي دار لحقاش هادشي اللي دار ما شنقول لك قتل بطريقه باش يا الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق في النار السيده صديقتنا وخدامه معاها وكل شيء بقات فينا خويا وتصدمنا من هذا الخبر ديالها والله يرحمها مسكينه والله يرزق بميمتها الصبر هذا الشيء اللي داك الشيء الله يجعلها تكون اهل الجنه ان شاء الله جي البنات اللي ساقوا الخبر هما اللي عيطوا لي وقالوا لي هي اصلا كتكون حدايا وخدامه معاها بقات فينا خويا ملي سمعنا هذا الخبر بقات فينا الله ياخذ فيه الحق وكنطلبوا من العداله والحق المدني يحكموا عليه خويا بالاعدام حيت هذا الشيء راه ما انسان خدام والدريه خدامه وخرجها من الخدمه ديالها ودبحها راه هادشي خويا راه ما كاينش ما يتقبلش العقل ما يتقبلش هادشي جانا خويا هادشي فجاه والله العظيم الا جانا فجاه الله يرحمها مسكينه ووسع عليها خويا الدريه الله يعمرها دار اخويا الله يرحمها نتمنى والله ويرحمها هاد السيده دا تعدى عليها الدريه هادي ما عندنا ما غادي نقولوا ليه بغينا الحق المدني هو ياخذ الحق هادشي اللي غادي نقول لك اخويا هاد الدريه راه الله يعمرها دار انت كتشوف الناس بلا ما نقول لك انايا ولا ما تقول لك التلفازه انت شتي هادشي اللي دارت السيده دا راه كنتمنى والله ياخذ الحق